نادي واحد متبقي معرفته للهبوط طبعا سيعرف بعد نهايه هذه المباريات في حال خساره فريق الشرطه اي نتيجه لفريق حطين تعني بقاؤه في دوري الدرجه الممتازه في حال خساره فريق الشرطه اليوم طبعا اما في حال تعادل او انتصر فستتعقد الحسابات نوعا ما هنا الكره مرسله خطيره والهدف الاول لحطين وجول حمود الحمود حمود الحمود يا سلام عليك والراسيه الراسيه والهدف الاول اللي حطيه يتقدم الحيتان هنا في هذه المباراة يتقدم الحوت الأزرق هنا في هذه المباراة واحد صفر لحطين واحد صفر لحطين حمود الحمود يا سلام عليك بداية نارية لهذه المباراة بعد هدف جبلة في شباك الشرطة هناك في ملعب البعث يتقدم الآن فريق حطين متابعينا بهدف مقابل الشيء نشاهد عادة الهدف متابعينا ركنية كانت والرأسية وضعها حمود الحمود في شباك فاتح العمر والهدف الأول لحطين في هذه المباراة يا عليكم